عجبتني وايد، احب كذي صايره منها شكلين، هالحجم والشكل الثاني دائري. ما حد قاعد يسكر لتاتا يعني طلعوا. يا هلا والله ويا صباح الخير، متجهين الى السعوديه. فجأة كذي طرى على بالنا أنا وأهلي إن نروح السعودية نتسوق كذي يوم ونرد. طبعا ما ندري بالضبط إيش كثر بنقعد، أتوقع يا برد بنفس اليوم أو يوم واحد بنقعد زيادة. وبس رايحين حفر الباطن إن شاء الله، بدنا نروح كذي محلات يبيعون ماعين، يعني تغيير جو بما أن عندنا عطلة فقلنا نستغلها. وطبعا ما استغني عن لولي معاي، فما اخذتها معاي بجامتها الورديه الحلوه. ها قاعد تضحكي، ها شو ضحكتك شو؟ بس لورا مو نايمه فما ادري ايش فيها، مو راضيه تنام، مستعسره شوي، قاعد احاول غطيتها مو راضيه تنام، فان شاء الله تنام بالطريق. انا بعد مو نايمه شيء، نايمه تقريبا ساعه، ف هم ودي انام، يمكن انام او ما له داعي. لورا تبي الكاميرا. بس مستعسره هي شوي. من اهم الاسباب اللي خلتني هي السعوديه الهوت شوكليت، صراحه وايد وايد احب الهوت شوكليت اللي عند المحطات. ايش كثر احب ام عين وفناتق السعوديه، غرامي الابيض والخشبي وايد احب، وايد احب كذي. عندي تقريبا نفس هالستايل بس شوي شكل غير، بس ما استخدمه يعني، نادرة ما اطلعه وقت ما يصير عندي عزيمة او شيء، بس يعني حاسه كيوت هذه الالوان والالوان طاعة ومطاطير القهوة والشاي وايد غريبين. انا وايد احب ذوق امي، امي عجبها هذا وعجبها هذا اللي فيه اخضر، عجبها هذه الورود، وايد حلوين صايرين، في مال قهوه وفي مال شاي، وايد عجبوني. ما حد قاعد يسكر ليتاتا يعني طلعوا. والصواني حلوين غريبين، مو مثل اللي بالكويت. شوفوا هذه، احسها هذه حق رمضان حلوه بعد. شوفوا حلوين والله. هذه بعد من الاشياء اللي عجبتني وايد، احب كذي صايره منها شكلين، هالحجم والشكل الثاني دائري، كيوت صح، حسها ستايلي، حد ستايلي. بعطيكم ابديت سريع، تمشيت بالمحلات ملت لماعي مثل ما شفتوا، عجبوني وايد اشياء وقاعدة اتمشى للحين. تغديت الحمد لله، بس لولو اسم اللي عليها وايد متضايقة لأنه نومتها مو نفس نومتها اللي متعودة عليها، كل ساعة قاعدة تتقطع لأنها بسفر، وهي كل ساعة تقوم، معني قاعد أحاول أسوي لها نفس الأجواء حبيبي، معني قاعد أحاول أسوي لها نفس الأجواء بس هي مو متعلمة على هالأجواء. فالحين رحت قعدتها بالسيارة وشربتها حليبة، وما أدري قاعد أحاول أضخخها عشان بس ابيها تهدى شوي، لان هي حبيبتي يعني كثر ما تقدر نفسيتها حلوه، بس ستيل متازمه، حدها متازمه. فبس الحين طخختها كأنها داخلت، الحين برد اروح حق اهلي داخل واغطيها بالعربانه واخليها تنام. هذا الشيء انقاذ بنات، اذا ما تعرفونه هالشيء وايد انقاذ، كذي مثل شال خفيف مال ياهال، هو يصير سوادل، يصير تقطونه على عربانة البيبي تغطونه، هذا وايد وايد يعني حالي أزمة صراحة، وايد أحبه، وايد ينفع مع لورا، عودتها عليه من لما كانت صغيرة، على طول أقطع على العربانة وأخليها تدوخ وهي تشوفه، عرفته، فهي حيل متعودة عليه، وهو مو وايد ثقيل، خفيف يعني دخل يعني بريثبل، عرفته، ودخل هواء حق البيبي يقدر يتنفس منه، بس وايد مريح وايد مريحني يعني. لما سافرت قطر وايد ريحني، الحين لما مثلا مرات اروح بيت ناس هي ما تعرفهم
ومو متعودة على البيت أغطيها خلاص تنام، لأن متعودة على هالشال أو هالسوادل أو ما أدري شنو اسمه. ف وايد وايد حبته. فالحين طبعا جبته معي بالسفر عشان أغطي لولي معاه يعني فيه، وفادها يعني غطيتها وهي بالسيارة نامت، بس بعدين لما تحرك وما أدري شنو تقوم ما تنام نومات متواصلة، لا نص نومة وتقوم نص نومة وتقوم، لأن يعني شيء مو متعودة عليه عرفته، بس على الأقل قاعد تنام على الأقل. وكسرة خاطري حد السنة مامي السنة السنة في سنة ضحكة خي سنة ماكو والله ما تبي خلاص ما نبي ناخذها منك. اي خلاص نامي نومي يا ماما نومي يا حلوة نومي جميلة. مو قلت لكم تحل أزمة؟ هي هني داخل نايمة. ماني قادرة أتخطى جمال هالجدر على زرافة، بس حق شنو أستخدمه؟ وايد صغيرونه، ما أدري حق شنو أستخدمه صراحة. كيوت يعني كنا زرافة قاعدة ممددة ريولها، وايد كيوت. ولي ورا على فيل، بس هيكون حق شنو أستخدمه؟ أحس شكل موصلي يعني بيكون شكل صح ولا يفيد. هذا من الأشياء اللي أحس وايد كيوت وايد عجبتني حق التمر. تعالوا نحط فيها التمر، كيوت صح؟ وصغيرة ترى لا يغركم الحجم، وايد صغير وايد كيوت صح. حبيت في منه وايد ألوان، بس أنا حسيت الأبيض بالأبيض يصير كذي كيوتر أنعم. أخليها دائما يعني على طاولتي، مهما غيرت بديكورات اللي على الطاولة اللون الأبيض ما يضره، بالعكس يخلي الشكل فخم. وظلمت الدنيا وما زلنا متواجدين بمحلات ماعين. طلعوا بنات الأزرق يشوق، وايد وايد عاجبني. شوف شلون وايد حلو. والحين عشان مشاوي، طبعا خلصنا من التسوق، شريت كل الأشياء اللي بخاطري الحمد لله، وهذا هو عشاننا. وطلبت سليك سعودي صراحة ولا مرة ذاقته، بس كل أسمع رفيجات السعودية يمدحونه فبجربه اليوم. أحسه شيء حالي يعني، ما أدري إذا أنتوا تأكلونه كحلو أو كأكل يعني، بس أنا عجبني فبذوقه. بس والله علينا بالعافية. وين الشيطانة اللي توه؟ وين الشيطانة؟ يلا طلعيها يلا، هشوف الشيطانة. ولا صرتي مؤدبة قدام الكاميرا؟ يما كلميها يمكن تطلع. اي بابا طول السفرة بابا لورا بابا اي بابا. وختامها مسك قبل لا نرد الكويت قلت بديش اشوف محل العاب. طاعوش حلو الالعاب يما سكنهم وساكنهم يما، هذه من وين طلعت؟ المهم خليها تولي هذه، لان انا عاجبني هذه وايد، هذيك وايد خرعتني. شوفوا شلون عجيب هذه، شنو بوكاهانتس صح طعم، ومعاها العاب. الله عجيب، ابي حد يستانس. الله والله راح اشتري حق لولو كذي اشياء كيوت. طاعه الاوتي صدق، طاعة الغسالة ابا كبيرة ترى على فكرة، ما ادري مبين بتسوي ايش كبرها، بس وايد كبيرة وحلوة. عجبتني هذه اللعبة حيل 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 حيل. شنو في العاب حلوين؟ هذه يعني دكتورة، عشتا وايد حلو امبي، وايد كيوت، احب هالسوالف. سبحان الله يعني هذا الانر تشايلد اللي داخلي من يومي احب هالسوالف. شوفوا عشتوي معاهم بعد سياكل امبي، طفلتي كلها راح اطلعها مع لولي، بخليها تشتري هذه الاشياء. انا استانس لما اشوفهم بالبيت. هذه يعني مصورة، هذه مسكينة مكسورة ريمها، كل واحدة شيء كيوت. هذه النيردة وايد كيوت، وايد حبيت.
والحين متجهين حق الكويت. الحين الساعة 11:30، يعني راح نوصل الكويت واحدة يبقى راح نوصل تقريبا. فأتمنى أن عجبكم الفلوق. ثنتين تقريبا، ثنتين. الحمد لله كان يوم وايد ممتع، وأتمنى أن عجبكم الفلوق. الفلوق اللي جاي أو الفيديو اللي جاي راح أوريكم مشترياتي من السعودية، ترقبوه، وايد حلوة مشترياتي. وبس والله أتمنى أن عجبكم الفلوق، ولا تنسون تعطوني لايك، وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بفيديو جاي. باي.